53% من الدخل الشهري ينفقه السودانيون على تكاليف المعيشة اليومية. وفي ظل أزمة اقتصادية ترتفع الأسعار بشكل جنوني، الأمر الذي يؤثر على حياتهم بصورة مباشرة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. ثلاثة وخمسون بالمئة من الدخل الشهري ينفقه السودانيون على تكاليف المعيشة اليومية. وفي ظل أزمة اقتصادية ترتفع الأسعار بشكل جنوني يؤثر على حياتهم بصورة واضحة. السوق حاجة مبالغة. أنت كل ساعة ممكن تتفاجأ بسعر جديد وبوضع جديد. أي زول شغال بمزاجه، ما في رغابة. أسعار ما ثابتة حقيقة، والموضوع ده محتاج لاجتهاد كبير من الحكومة الجديدة، وأتمنى من الحكومة أن تراعي لهذا الموضوع. تبدو المفارقة أكثر وضوحا حتى عند أصحاب المحال التجارية، فهم كذلك مستهلكون تحكمهم الشركات المصنعة والموردين لتغطية تكاليفهم ووضع أرباحهم ليتحملها المواطن. كل يوم رأس المال بتاعنا في نقصان، لأنه الحي اللي لم تشتري اشتراها ب 10 جنيه ممكن ما تلاقي ب 10 جنيه، لا هذا يعني ما تحركت يعني ولا حركت. طيب بديك لابس سعر اكثر من هناك، بيقول لك والله يا اخي الدولار هو بس الحجه الوحيده اللي عندنا، بيقول لك الدولار. الناس البقالات دي لانه البقالات دي مش بيشتروا والله باسعار خرافيه، والناس ما بتستحمل يعني الناس ما بتصدق، في حين انه نحن زاد ونحن ناس مستهلكين. وبحسب الجهاز المركزي للاحصاء في السودان فانه لا تناسب بين الاجور والمنصرفات اليوميه. بالتاكيد هي زياده في الاسعار تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم. لا يوجد تناسب ما بين دخل الفرد وتكاليف المعيشة في السودان. نحن فقط كجهاز إحصائي بنقيس تكاليف المعيشة، بنقيس معدلات التضخم، ونعطي مؤشرات للدولة. نعطي مؤشرات للدولة أنه تكاليف المعيشة يجب أن تكون كذا، معدلات التضخم كذا، الأسعار كذا في كل ولايات السودان. الأوضاع المعيشية في السودان صارت صعبة في السنوات الماضية بسبب سياسات تقشفية اتبعت وعدم وجود صادرات وفرض رسوم عالية على المصنعين المحليين.